هنبدأ تغطيتنا الإخبارية بتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمصنع إنتاج اللقاحات المقام بمجمع مصانع فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر للوقوف على الإجراءات التنفيذية والتجهيزات الحالية استعداداً لبدء تشغيله خلال الفترة المقبلة. خلوني هنا أتوقف أمام تصريحات مهمة لرئيس الوزراء وهي ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، حيث أوضح رئيس الوزراء أنه تم رصد تزايد حالات الإصابة مؤخرا نتيجة التهاون الكبير من قبل المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية. رئيس الوزراء قال كمان أن الدولة وضعت خطة صارمة لتوفير اللقاحات. معنا على التليفون دكتور أشرف عقبة رئيس أقسام البطنة بجامعة عين شمس. دكتور مساء الخير، وإيه اللي بيعكسه تصريح رئيس الوزراء برصد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة وإن ده راجع لتهاون المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية؟ هو ده دعوة من رئيس الوزراء الحقيقة، لأن الناس تزود التزامها بالإجراءات الاحترازية وأساليب الوقاية، وخاصة إن إحنا داخلين على زيادة في الأعداد المتوقعة نتيجة بدء الموجة الرابعة. وطبعاً إحنا حتى كمان بنلاحظ دلوقتي إن الحالات بيتم تسجيلها يومياً في زيادة مضطردة فيها، وده بيخلينا فعلاً ناخد بالنا، لأنه أجراس الإنذار بدأت تضرب وبتقول إنه في زيادة في الأعداد. فهذه الدعوة الحقيقة بتعني إنه علينا كلنا إن إحنا نلتزم علشان ما يحصلش زيادة كبيرة في الكوفيد تضغط على المنظومة الصحية وتخلي في دخول للمستشفيات واحتياج للرعاية المركزة والأكسجين بشكل كبير. بعض المواطنين يا دكتور شايفين إنه طالما حصلوا على اللقاح خلاص يبقى فيش داعي للالتزام بالإجراءات الاحترازية، بتقول لهم إيه؟ أقول إنه اللقاح بيقينا فعلا من الإصابات الشديدة والوفيات، لكن لا يمنع الإصابات بنسبة 100%، وده في كل اللقاحات مش في اللقاح بعينه. لازم نكون عارفين إنه أي واحد خد اللقاح ده معناه إنه فعلا بيساهم في تقليل الإصابات الشديدة، وكمان بيقلل فرص الإصابة ومعدلات الانتشار، لكن عليه انه برضه يلتزم باساليب الوقايه والاجراءات الاحترازيه عشان يقدر يحمي نفسه وعيلته وكمان يحمي المجتمع بتاعه. انا شايف انه الالتزام بالاجراءات الاحترازيه واساليب الوقايه نوع من الواجبات الوطنيه، لازم كلنا نلتزم. دكتور اشرف، الدوله بتتوسع في انتاج لقاحات فيروس كورونا من خلال مصانع فاكسيرا، اهميه الخطوه دي ايه؟ ولاي مدى بتسهم في توفير اللقاحات لكل المواطنين والحد من انتشار الفيروس؟ حقيقة وأنا بتفرج النهاردة على مركز اللقاح الموجود في 6 أكتوبر بتاع شركة فاكسيرا، شعرت بالفخر ببلدي وحسيت إنه فعلا إحنا يعني داخلين على مجتمع جديد ودنيا جديدة، لأنه ما يتم حاليا هو فعلا فخر مصر كلها. إحنا بنشوف النهاردة إنه في توسع في إنتاج اللقاحات بالرغم من محدودية إنتاجها في العالم. مصر بدأت تساهم بشكل إيجابي في إنتاج هذه اللقاحات، وإن إحنا كمان عندنا قدرات عالية جدا، لأنه هذا المركز يستطيع إنه ينتج كمية كبيرة من اللقاحات تكفي المصريين وتكفي كمان التصدير للدول المتحدة. إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أشرف عقبة رئيس أقسام البطنة بجامعة عين شمس.